أهلا وسهلا فيكم أخواني وحبايبي بحلقة جديدة من كيفالونيا. واليوم رح نحكي عن ألغستوري العاصمة الكيفالونية وسلاحفها البحرية، ورح تشوفوا معي مغامرتي اليوم كيف رح تبلش. أول شي بحب لكم يا أنه كيفالونيا واقع بالبحر الأيوني. طبعا البحر الأيوني هو بيجي فوق البحر المتوسط، مثل ما سمعتوا فوق البحر المتوسط في 4 بحار أنا ما كان عندي خبر عنهم. ومنبلش بقى بجولة صغيرة وسريعة بألغستوري. بصراحة مدينة كتير أنيقة، كتير حلوة، فيها مراكز للتسوق كتير، ممكن بجد الواحد يقضي وقت ممتع فيها، كتير شغلات وهدايا ممكن وتحف ياخدها. من أحد هالتحف هاي اللي ممكن الواحد ياخدها هي دمى السلاحف هاي. يعطيك العافية. هلأ نحن بألغستوري الساعة 9:50 بيجوا الصيادين، فالصيادين يكونوا عم يفضوا شباكهم، ولما يفضوا شباكهم بيطلع معهم سمك صغير، فهالسمك هذا الصغير ما بيعتادوا بيرموه، فتجي السلاحف بتاكله. فهي احسن فرصة انكم تشوفوا السلاحف، كثير كثير عن قرب، بعد تخرجوا. طبعا اول مرة بشوف فيها السلاحف البحرية بحياتي، وش لوش مثل ما بيقولوا، كانت بهي اللحظة طبعا شعور لا يمكن وصفه، بتمنى كل واحد منكم انه يجربه. يعني تشوف مخلوق بحجمك تقريبا، ما بتوقع قديش ضخامته. المنطقة الثانية اللي ممكن تشوفوا فيها السلاحف هي هون ورا سوق السمك. هذا سوق السمك بعد ما ينزلوا الصيادين حملون بيصيروا بينطفوا السمك بيكبوا بقايا السمك، فالسلاحف بتعرف انه هون رح يكون في اكل دائم، مصدر اكل دائم، فبيجوا على طول. شوفوا هاي سلحفة، هاي اجت لك انا عم تشوفها عم يتخانق. شايفين هدول الناس اللي وراي بالقمصان الزرق؟ هدول البنات، هدول متطوعات بيشتغلوا بجمعية حماية السلاحف. بيجوا بهالوقت بيشوفوا مين السلاحف الموجودة وشو عم تتصرف، تصرفات بتصير، بيسجلوا عندنا معلومات. طبعا هالمعلومات كتير مهمة للحفاظ على السلاحف، لأنه السلاحف تقريبا بعالمنا عم تنقرض. هون مثلا عنا عشين، هذا الحكي بتعمله هون منظمة لحماية السلاحف، لأنه السلاحف نوعا ما رح تنقرض بسبب تصرفات البشر. مثل ما انا شايفين مشكولين لجهودهم، عم يحاوطوا كل الاعشاش وبيتفقدوها وبيحاولوا ينقذوا اكثر قدر ممكن من السلاحف. هلا الشيء الحلو اللي ممكن، او المعلومه الحلوه اللي ممكن احكيها عن موضوع السلاحف، انه العش هون درجه حراره العش فتره الحضانه هي بتحدد شو جنس العش بشكل كامل، فياكل العش بيطلع اناث، ياكل العش بيطلع ذكور. طيب السلحفة تصوروا تجي من البحر تمشي كل هالمسافة هيك لفوق لحتى تبيض بيضها وتخلي بيضها بسلام بعيد عن المي مشان ما يخربوا. نوارس مشكلين مشكلة كبيرة لأطفال السلاحف بهالفترة هاي، بحيث انهم عم يتغذوا على أطفال السلاحف، لما بفقسوا بيأكلوهم. هاي من السنة الماضية تقريبا نلاحظ زيادة بعدد النوارس وخايفين على السلاحف. ليه كلك السلاحف؟ طبعا هالشي عم احكيه لانه من بين كل 1000 بيضة سلاحف، 1 من 1000 يعني، بوصل منها لسن البلوغ، هاي نسبة كتير كتير ضئيلة. وبعد منها بيجي تصرفات البشر، المناخ، الشي اللي عم يصير بالاحتباس الحراري بالاضافة للتلوث البلاستيكي عم يسبب ازمة كبيرة للسلاحف. هلأ هون أنا قمت بإطعام السلاحف، طبعا هذا الشيء أبدا ما بنصح في أي حدا يقومه، لأنه عم يسبب تصرفات ما هي موجودة عند السلاحف، صاروا عم يتخانقوا برات موسم التزاوج، بالإضافة لأنه منقار السلحفة كتير كتير قوي، يعني مثل ما لكم شايفين عم تقرط وتقرمط صدف البحر الكتير قاسي، عم كأنه بزر طري. طبعا هذا الحكي ممكن إذا علق أصابعنا سمح الله بمنقار السلحفة ممكن يسبب مشاكل. شوفوا هون هاي السلحفة قديش متعرضة لإصابات من سلاحف تانية مثلا، فلذلك هذا الموضوع ما بنصح فيه أبدا أبدا أبدا. بعد ما
طعمينا السلاحف وقضيت معهم وقت، صاروا حبوني، صاروا يلعبوا معي شوي مثل ما لكم شايفين، وبتمنى انكم تكونوا مبسوطين ومقضين وقت حلو بهالفيديو مثل ما انا استمتعت. واذا كان لحد هلأ عم تشوفوا بتمنى منكم اعجاب، لايك، سبسكرايب، اشتراك، تعليق، هالشغلات كتير 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 بتفيد بالنسبة لموضوع اليوتيوب، وبالنسبة لانه تحسن فرصي باني تشوف هالفيديو ناس اكتر. بال 1953 ضرب زلزال المنطقة هد الجسترولي بشو اسمه بشكل كامل، أو بمعنى أغلب بيوت الجستوري اتدمرت. أحد البيوت اللي نجا من هالزلزال كان هذا البيت ورانا، فهذا البيت يعتبر مثال على التراث الفينيسي اللي كانت مبنية فيه الجستوري، بناء كتير كتير جميل. هلا هون انا واقف برصيف المارينا تبعيت الجستوري، وهون عارضين حفور او عظم متحجر للفين ويل او الحوت الزعنفي. هذا الحوت الزعنفي بيئته الاساسيه بالبحر الابيض المتوسط، وهو ثاني اكبر حوت بالعالم، بيجي بعد الحوت الازرق. شيء حلو انك تقابل عظمه رقبه الحوت، تقريبا محل الحبل الشوكي بتفوت رجلي تقريبا. هاي هذا هون هذا المطعم شايفينه، هذا دلني عليه شوفير تاكسي اللي كل الناس اليونان بيجوا بياكلوا هون. مطعم بصراحة أكل بيعمل أكل محلي يوناني تقليدي، ونوعا ما أكله كان كتير كتير ظريف. والنقطة الثانية، أرخص فاتورة مطعم أنا بدفع بكل كفلونيا صراحة، كنت متفاجئ بالفاتورة. خلينا نكفي مشوارنا يلا. طبعا اللي بيجي على البحر بيجي اكيد مشان السباحة، مشان يشوف المخلوقات البحرية ويستمتع يعني بإجازته. فمثل ما عودتكم بحب نبهكم على المخلوقات البحرية، والمخلوقنا اليوم هو هاد القنفذ البحري. هاي هذا قنفذ البحر شايفينه؟ مخلوق جميل جدا، بس اذا بتلمس هذا كله شوك، اذا بتلمس الشوك بينكسر، ببلش يفوت بايديك او رجليك، ويسبب لك ممكن يسبب التهابات شديده. حطوه هاي، حطيته هون، شوفوا شلون عم يتحرك. طبعا احسن شيء لما تنزلوا على البحر، هذا ممكن يكون كتير موجود بارض البحر، تلبسوا احذية السباحة من تحت شيء اسمه كوشوك مشان الصخور ومشان هالانواع هاي من الحيوانات. هذا اذا بتدعس عليه رح تنكسر الشوكة بايدك، وما بتقدر اذا بتقيمها بتكسر الشوكة، مؤلمة جدا، بصير بتكسر ما بتطلع. فلذلك حذاري، البسوا هيك انواع من الاحذية. هيك بيكون انتهى مشوارنا اليوم، بتمنى يكون عجبكم. اكتبوا لي بالتعليقات، بشوفكم بالفيديو القادم. بدالية العنب مع حلاوة على البرندة.